ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللاعب محمد صبحي الحاصل على برونزية ميزان 80 كيلو جرام تقل 212 في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020، وقد منحه الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة. مبارك هذا التكريم محمد، ويعني نود أن نتعرف على ما يمثله هذا التكريم بالنسبة لك، وإلى أي مدى يسهم هذا التكريم الرئاسي للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية في أنه يشكل حافز لهم لتقديم المزيد في مسيرتهم الرياضية. السلام عليكم. طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطبعا التكريم ده كان شرف لنا. طبعا أنا شخصيا بالنسبة لي كنت منتظر من بقالي 5 سنين حاليا، لان انا شاركت في اولمبياد ريو وما حالفنيش التوفيق ان انا اعمل ترتيب كويس ان انا اتكرم عليهم قبل سياده الرئيس بتاع فتحي السيسي. والحمد لله في طوكيو حصلت على شرف ده اخيرا، وهو شرف طبعا لاي رياضي مصري ان هو يقابل رمز الدوله من مساله سياده الرئيس. طبعا انا سعيد جدا جدا بالمقابله دي، وحتى قلت لسيادته انا كنت منتظر المقابله والفخر ده ان انا انوله من بقالي فتره كبيره واخيرا نورته. هو طبعا سيادته رد عليا قال لي انت وزمايلك فخر لكل المصريين وفخر ليا ولكل المصريين. وطبعا الاستقبال ده والاحتفالات دي ومن اول ما جينا والمصريين وبيقابلونا في شوارع وختاما بسياده الرئيس ده بيحط على كتافنا حمل ان احنا ان شاء الله يعني نكون قد المسؤوليه ونعمل انجاز اكبر واكبر، وان احنا دايما نشوف علم مصر خفاق ومرفوع دايما يا رب. اللاعب محمد صبحي، لمسنا اهتمام الدولة بقطاع الرياضة بشكل عام، ولكن في رأيك ما هي أهم النواحي اللي لا تزال بتحتاج إلى المزيد من الدعم خاصة للأبطال البارالمبيين؟ والله احنا عندنا في الأبطال البارالمبيين احنا الناحية اللي محتاجة دعم في المرحلة الجاية إن شاء الله هي قطاع الناشئين، عشان الصفوف الثانية تبقى توازي الصفوف الأولى، لان البنيه التحتيه هي عماد الرياضه، هي اللي بتخلي ان احنا دايما منتخب مصر في البارالمبي وبالاخص فريق رفع الاثقال دايما متعودين ان احنا بنقف على المنصات ودايما ترتيبنا على مستوى العالم ترتيب كبير في الدول الاوائل. وعشان نحافظ على الترتيب ده ان شاء الله عايزين اهتمام اكثر بلعبتنا وبالبنيه التحتيه بتاعتها ان شاء الله يعني، وان شاء الله ان شاء الله دايما كده على مصر خفاق ومرفوع دايما يا رب كده. كل التوفيق ومزيد من النجاح والانطلاق. اللاعب محمد صبحي الحاصل على برونزية ميزان 80 كيلوغرام تقل 212 في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020، شكرا جزيلا لك ومزيد من النجاح والتألق.